ودلوقتي بينضم لينا عبر اللايف كابتن تامر الصقر المحلل الفني لقنوات اون تايم سبورتس. يا صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الفل عليك يا شيما. صباح الجمال عليك. صباح الفل على مشاهدي اون تايم سبورتس طبعا. واكيد منورنا النهارده. وفي البدايه كده عايز اسالك عن مباراه منتخبنا الوطني الاول امبارح قصاد بوتسوانا، شفتها ازاي؟ بص والله احنا قبل الماتش يعني كنا مستنيين ان الماتش ده كان هيفرق مع كابتن حسام حسن في صحيح. فكره ان انت هبقى اول مدير فني يجيب 16 نقطه في التصفيات. تاني حاجه كان في منتخب عربي كان هيستفيد من فوزنا على بوتسوانا ان هو يقدر يوصل اللي هو منتخب موريتانيا. فكنا طبعا نتمنى امبارح يعني قبل الاداء ان يبقى في فوز لمنتخب مصر، ولكن بوتسوانا جم لو شفت يعني ما شفتش في فرقه بتعمل ستار دفاعي بالصوره دي، فرقه بتدافع بتسعه وعشره قافلين كل الاطراف قافلين العمق. انت لو بصيت يا شيما امبارح احنا يمكن الو سامعيني يا شيما؟ احنا معاك يا كابتن اتفضل. الو ايوه حضرتك فعلا عندك حق، كان بيلعب بشكل دفاعي يعني كبير يمكن جدا اول بيفكرنا بفريق الجونه. هو بص يمكن ده فادنا في ان احنا شفنا امبارح 29 تسديده من منتخب مصر، يمكن الرقم ده رقم كبير جدا يتعمل في ماتش واحد، ولكن بسبب ان غلق كل بقول لك الاطراف والعمق وكانوا بيدافعوا بكل الفرقه، خصوصا ان هي النقطه دي كانوا عايزين يطلعوا بنقطه من مع قدام منتخب مصر باي طريقه، هو ده اللي صعب الامور على منتخب مصر. طبعا التشكيل معظمه مش من الاساسيين. يعني لو احنا هنتكلم يا شيما على التشكيل انا كنت افضل امبارح يعني على قد ما هو انا يعني الواحد مبسوط ان مصطفى شوبير اول مباراه دوليه، بس انا كنت افضل ان في اماكن معينه كان الاحق هو اللي يلعب. يعني محمد عواد بقى له اربع خمس ماتشات متالق مع الزمالك بيلعب بصفه دوريه، شوبير ما بيلعبش خالص، الشناوي هو اللي بيلعب، فكان طبيعي معظم الناس فكرت ان عواد اللي هيبتدي. بص انا ما بتكلمش على مين، ابو مصطفى شوبير متالق السنه دي طبعا ومرشح لاحسن لعيب في افريقيا او احسن حارس في افريقيا، ولكن انا بتكلم بس على فكره ان رجليه كانت في الملعب. وبعدين الموضوع مش فني وبدني بس، الموضوع ذهني. لما يبقى في جول كيبر بيلعب ومتالق بقاله اربع خمس ماتشات مع فرقته، فطبيعي خصوصا ان انت بتكلمي على طول احنا بنتكلم على حارس مرمى الاهلي او حارس مرمى الزمالك يعني. فكنت اتمنى ان عواد هو اللي ياخد الفرصه. يمكن كابتن حسام طلع في المؤتمر الصحفي قال ان انا كنت هدي الفرصه لعواد الشوط الثاني لولا صعوبه الماتش وان الماتش كان تعادل. يعني انا مش معاه في الموضوع ده، انا شايف ان عواد زي مصطفى شوبير زي الشناوي، لا يعني ما تقلقش عليه ان انا ادي له فرصه في اي وقت. المكان الثاني برضو اللي كان نفسي ان هو ياخد فرصه اكتر حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد من اللعيبه المتالقه، واحنا عندنا في البوزيشن ده يا شيما مشكله، ما عندناش اللاعب منعم رامي ربيعه، مع احترامي للعيبه الجديده لسه ما عندهاش خبرات. يعني شفنا امبارح محمد ربيعه يمكن تسبب برضه كان سبب من اسباب الهدف اللي دخل فينا، ما فيش خبرات. نفس الكلام احمد بكم مش مكانه، مره يلعب باك رايت مره يلعب سنتر باك، بس بيلعب سنتر باك احسن في الثلاثه مش في الاربعه. فكنت اتمنى حسام عبد المجيد مع تالقه، خصوصا ان المكان ده بيبقى محتاج على طول لعيب طويل. اللعيبه الطويله بتفرق جدا، انه بيقدر صحيح. هو مميز انه بيلعب بدماغه، بيقدر يطلع كور كتيره بدماغه. امبارح نزل نص ساعه كان من افضل اللاعبين الموجودين في منتخب مصر. فانا تعليقي بس على مباراه امبارح ان الاثنين دول كانوا ممكن ياخدوا فرصه اكتر زي بقيه اللعيبه اللي اخذت فرص كتيره. صحيح. كابتن تامر صقر، ممكن يكون تصريحات كابتن حسام حسن فيما يخص يعني محمد عواد ان هو كان هيشركه في الشوط الثاني ولكن بسبب صعوبه المباراه ما عملش كده، يمكن ده مش اكيد تقليلا من مستوى عواد ولكن اكيد توفيرا للتغييرات اللي لا هيكون مش قصدي تقليلا. اكيد توفيرا للتغييرات صحيح اللي هو هيكون محتاجها، ودايما مركز حراسه المرمى يعني ده بيكون المركز الاخير اللي ممكن اي مدير فني يغيره. طيب خليني برضو اسالك عن دي تاني مباراة بيتعادل فيها المنتخب على التوالي بعد التعادل الأخير، عايزة أعرف منك رأيك إيه في ده؟ الأخير. بص هو في الآخر مشوار كابتن حسام حسن ست ماتشات بدون هزيمة، أربعة مكسب وبعدين وصلتي بعد الأربعة مكسب، فطبيعي إن أنتِ لما بتجربي طبعًا هيفرق معاكي في التصنيف، انت دلوقتي تصنيفك رقم 30 على العالم. صحيح. الفوز ده بيفرق معاكي في النقاط ان انت ممكن توصلي تحسني مركزك، ولكن انا بشوف انها برضو طبيعي ان انت واصله
الكاس بقى 4 ماتشات، فطبيعي ان ماتش خارج ارضك مع فرقه بتلعب عايزه تجيب على كاب فيردي، بنتكلم على ماتش هم اللي بيتعادلوا معاكي بضرب الجزاء على كاب فيردي. ماتش امبارح بقول لك صعوبته ان صعب قوي ان انت تلعبي فرقه قاعده في ال 18 في حاطه 9 او 10 لاعبين، فالموضوع كان صعب جدا. لو كنا عايزين نكسب كنا نكسب بالشوط الاولاني، لان يعني اقدر اقول لك يا شيما جون تريزيجيه ده لو ما جاش في الشوط الاولاني كان ممكن المباراه تنتهي بخساره، كان هيبقى صعب جدا ان احنا نحرز فيهم اهداف بالتكتل الدفاعي اللي موجود يعني. طيب خليني برضو اسالك، انا بشوف انها نتائج مقبوله. كمل يا كابتن اتفضل. طيب خليني اسالك عن اتحاد الكوره، اتحاد الكوره المصري، وايه اللي مطلوب منه في الفترات القادمه عشان يكون بيقدم الدعم الكامل بالنسبه لمنتخبنا الوطني الاول فيما هو قادم اكيد من منافسات في غايه الاهميه، بنتكلم عن 2025 بطوله الامم الافريقيه، ثم ان شاء الله باذن الله تواجدنا في مونديال 2026. فيعني قول لي كده ايه اللي مطلوب وايه الخطوات المهمه جدا اللي لازم نكون بنشوفها من الاتحاد المصري لكره القدم بيعني المجموعه الجديده او بمجلس الاداره الجديده اكيد اللي متواجده في الوقت الحالي. صحيح. في البدايه طبعا احب اقول الف مبروك لكابتن هاني بوريده ومجلس ادارته الجديد. بص هو مجلس جاي في عنده مشاكل كثيره قوي، يعني احنا بنتفرج الايام دي على منتخبات الشباب ومنتخبات الناشئين، لو قدروا ان هم يوصلوا باذن الله لبطوله افريقيا محتاجين اعداد كبير، لو لا قدر الله حصل سوء توفيق وما قدرش يوصلوا هتضطر ان انت بتبني فرقه جديده، ان الفرقه دي لما ما بتوصلش بطوله افريقيا وتكمل الفرقه كلها بيبقى سنه كامله بتقضي عليها لان بيبقى ما بقاش عندهم بطولات. اتمنى بس ان يبقى اختيار الموفق للمدربين، اختيار موفق للعيبه، يبقى في اعداد اكتر من كده، ما يبقاش اللي هو قبل البطوله بنفتكر ان احنا عندنا بطوله بعد اسبوع. صحيح. ولا بعد شهر فيجي تلعب ماتش ولا ماتشين وديين، محتاجين يعني انا بشوف ان لازم التركيز، انا بشوف ان اتحاد الكوره اهم حاجه بالنسبه له المنتخبات سواء الكبيره او الناشئين. صحيح. احنا عارفين الرابطه هي اللي ماسكه دلوقتي الدوري. فاتمنى لهم التوفيق، ويعني انا شايف ان كابتن هاني بريده عنده خبرات كبيره جدا. صحيح طبعا. ان شاء الله يكون عضو في المكتب التنفيذي للكاف وللفيفا، اكيد عنده خبرات مختلفه جدا، واكيد ان شاء الله كلنا عندنا طبعا يعني حاله كده من التفاؤل ان هو هيكون بيفيد منتخبنا الوطني الاول، اكيد كمان بيفيد الكره المصريه كلها بشكل عام بهذه الخبرات. خليني برضه اسالك عن مين اللعيبه اللي عجبك ادائهم في الفتره اللي فاتت دي مع المنتخب الوطني الاول، مين لفت انتباهك بشكل كبير جدا وشفت ان هو فعلا استحق ان هو يكون متواجد في منتخبنا الوطني الاول؟ وبرضه عايزه اعرف منك بعد كده مين اللاعب اللي انت شايف انه ما انضمش لغايه دلوقتي برغم ان هو يستحق ان هو يكون موجود، كونه اكيد قدم اداء مختلف ومميز في الفترات اللي فاتت. بص انا بشوف ان كابتن حسام حسن عمل حاجه جديده، او مش حاجه جديده، حاجه اللي احنا كلنا بنطالب بيها، ان اخذ افضل عناصر موجوده في المنتخب الاولمبي. انت بتكلمي دلوقتي المنتخب الكبير يا شيما في 7 لاعبين من المنتخب الاولمبي. طبعا حسام عبد المجيد، احمد عيد، محمود صابر، محمد شحاته، كوكا، ابراهيم عادل، اسامه فيصل، فبتكلمي 7 لاعبين ومعظمهم بقى دلوقتي الموجود فيهم اساسي اللي بينزل منهم الشوط الثاني. فده انا بشوف ان دمج مهم جدا في مرحله مهمه. بحس كابتن حسام معظم اللاعبين اللي تألقوا السنه دي ابتدى يجيبوا، يمكن اختلافي معاه في لعيب واحد، ويمكن معظم الناس بنتكلم من اول السنه على لعيب بيتألق كل مباراه وما اعرفش ايه المشكله ان هو ما اتاخدش، هو عمر جابر. عمر جابر انا بشوفه ان هو من افضل الباكات رايت الموجوده في مصر حاليا. يمكن كان الناس قاعد بتقول ان كابتن حسام عنده مشكله مع عمر جابر وعمر كمال عبد الواحد، ولكن في المعسكر الاخير انا بشوف كابتن حسام ضم عمر كمال ولعب بصفه اساسيه. فانا مش فانا شايف ان هو واضح انها مش المشاكل، هو عنده عدم اقتناع، انا بتكلم على تألقه طوال السنه. صحيح. انا بشوف ان عمر جابر من افضل اللعيبه اللي كانت محافظه على مستواها السنه دي. حقيقي. هو وطاهر محمد طاهر يمكن اخر 5 6 ماتشات لما تألق شفنا انضم ازاي وبقى بيلعب بصفه اساسيه مع منتخب مصر. صحيح صحيح. طيب خليني برضو اسالك عن رايك في مستوى اسامه فيصل، وهل يصلح ان هو يكون بيلعب اساسي على حساب مصطفى محمد؟
بص، لعيب مجهوده كبير جدا، بينزل كتير قوي، بيساعد اللعيبه سواء الوينج اليمين او الوينج الليفت اللي شماله، بس عنده مشكله، لا صعب يبقى وجوده مكان مصطفى محمد. محمد سترايكر، تلاقيه بتلعبيه كروسات، يطلع بدماغه يحط، يطلع شويه طبعا. على طول موجود في ال 18 يا شيخ. عيب اسامه فيصل ان هو بيخرج كتير قوي من ال 18، ففي اوقات كتيره قوي لو انت ما عندكيش وينجين يقدروا يخشوا يبدلوا الادوار بقى بينهم، هيبقى عندك نقص في الحته دي. فاتمنى ان هو يقلل نزوله شويه، ممكن بيبقى مطلوب منه، بس انا بحس ان هو ساعات بيعملها بطريقه ازيد. امبارح جات له فرصه مهمه في اخر المباراه، لما بيبقى عندك فرصه قليله ان انت تلعب نص ساعه ربع ساعه وانت راجل سترايكر او فورورد، لازم تستغل كل فرصه كبيره. جات له فرصه سهله امبارح اللي شاطها بوش رجله جنب العارضه. انا بشوف ان اي لعيب لازم بياخد وقت معين، لازم يقدر يستغل الفتره دي عشان يبقى موجود، لان احنا الفتره دي عندنا لعيبه كتير قوي، في دوري شغال، في لعيبه بتتالق، كابتن حسام حسن بيبص على لعيبه تانية، فانت مش ضامن مكانك، لو انت ما مسكتش في الفرصه مش هتلاقي مكانك أكيد. تاني في المنتخب يعني. اكيد صحيح. طيب خليني اسالك بقى عن واحد من اهم عناصر منتخبنا الوطني الاول، واحد من اهم المحترفين المصريين في الخارج، عمر مرموش، اللي بيقدم مستويات هايله في الدوري الالماني. خليني اسالك يعني، لو ممكن تكون بتقدم نصيحه لعمر مرموش ينتقل لاي دوري، هل تنصحه ان هو يكمل في الدوري الالماني، يروح للدوري الانجليزي، يكون في الدوري الاسباني؟ الدوري اللي ممكن يكون يعني بيضيف لعمر مرموش في الفترات القادمه ان شاء الله في مشواره الكروي؟ لا طبعا، اول حاجه البريمير ليج، يعني البريمير ليج ده افضل دوري في العالم. اتمنى ان احنا نشوف ثنائيه مرموش وصلاح السنه الجايه في ليفربول، يبقى يعني هيبقى زياده اكتر من الناس كلها متابعه صلاح وليفربول، الموضوع هيبقى اكتر. في كلام اتقال ان هو برشلونه، طبعا فكره ان هو يروح برشلونه برضو، يعني انت نادي بتكلمي في نادي ريال مدريد، برشلونه، ليفربول، مانشستر، في اربع خمس ست فرق، يعني ما ينفعش عمر مرموش ما يعني يرفضهم. بس انا بشوف ان افضل حاجه ليه ان هو يروح مع فرقه بتنافس على البريمير ليج اللي هي ليفربول، وفي مرحله جيده جدا. صحيح. مع ارني سلوت مدرب جديد، واضح انه مدرب جيد جدا. صحيح. في وجود كمان نجمنا المصري محمد صلاح. صحيح. ان في منتخب مصر يا شيماء. طبعا اتمنى بس ان هو مرموش، احنا برضو دافنينه في حته الوينج. مرموش تالقه السنه دي مع فرانكفورت في الدوري الالماني عشان بيلعب كراس حربه او كشادو سترايكر تحتيه، فبيبقى على طول وجوده في العمق ان هو شويط كويس، والسرعات بتاعته بتفيد. انا بحس ان انت احنا بنحبسه لما بيلعب وينج، بتديله ادوار تانية اكتر، بيبقى مزنوق في حته الجنب ده ان هو يرقص ويشوط. فنفسي كابتن حسام حسن يقدر يوجد لمرموش مكان تحت مصطفى محمد، يبقى راس حربه تاني، او زي او يبقى شادو سترايكر يعني. صحيح، اتفق معاك جدا. طيب خليني برضو في النهاية أشكرك جدا كابتن تامر صقر، المحلل الفني لقنوات أون تايم سبورتس. أكيد انبسطنا جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة، وبنتمنى لك يوم سعيد، وإن شاء الله تكون بتشرفنا وتنورنا أكيد هنا في الاستوديو في صباح أون تايم. صباحك زي الفل.